اه والله مش بالغلط. بالغلط كان حيروح عليكي كل شيء يا رغده. الاحمر يا احمر الاحمر الاحمر يا احمر. رغده، يعني نعم عملتي الخيارين التانيين اللي هم، بدي اعتذر منك، صرتي معنا مبيت لشخصين في فندق الهيلتون في الديد سي، بالاضافه لسياره من نيسان عشان تكون عم بتقضي فيها رحلتك كامله. والله صلاح متحدي وحماس من كل مكان. الف مبروك يا صلاح، بتربح معنا خصم 80% من متجر طماطم بلس، وبرضه بتربح معنا قسيمه بنزين مقدمه من شركه بسطامي وصاحب وكلاء نيسان. يلا ان شاء الله راح نكسر الرقم ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ايوه هاي الروح، والله بدي زقفه من هسه شباب صلاح، لانه فعلا عبد الله زمامير، لانه في عندي حماس مولع، بدي اعمل له حماس لصلاح هون. صلاح محمد، انت جاوبت معنا كل الاسئله، ربحت 3 جوائز، وبالاضافه لهم ربحت الجائزه الكبرى اللي هي ليله في فندق الهيلتون في البحر الميت مع سياره نيسان بتقضي فيها رحلتك. الرحله هي طبعا رح تكون لشخصين.